السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا يا جماعة الخير لعبة سيتو كورسا بجينيسيس كوبيه، وراح نلعب دريفت. أول شيء لازم أوريكم هذه السيارة. السيارة هذه من تصميم شخص كوري. الكواري هم يعرفون صناعتهم باختصار. الشيء الجميل جدا اللي سواه هذا الكوري إنه فصل لك الجير حق السيارة كما صنعته الوكالة بالضبط. يعني عندك هذا اسم الجير أول شيء، عشان على فكرة يعني معلومة الملاك جينيسيس، هذا اسم الجير حق الجينيسيس كوبير الأربع سلندر. إذا لفيت يمين يطلع لك اسم الجير حق الستة سلندر. شوف الفرق بين الأول بين الأول فجير ستة وبين الأربع سلندر. شوف الأربع سلندر 52، ستة سلندر 57. فاحنا نبغى نلعب بالأربع سلندر بصراحة، بما أن احنا عندنا الأربع سلندر. اللي تابع الفلوق الأخير شاف أني أنا اشتريت ديفرنس جديد، زي ما قلت لكم الفور ون 8-1. الدفرنس هذا حق 6 سندر 8 نمر اوتوماتيك، فهم يركبون حقين الدريفت عشان يصير محشور اكثر. زي ما تشوفون الفرق في السرعات كيف قديش صار الاول 48. حاولت اني اشبه سيارتي اللي بالواقع تقريبا. الكفرات خليتها 34، تيربو 100، الالايمنت زي ما تشوف الكامبر اللي هو تخلي الكفر الامامي زي كذا، او مو الامامي، الامامي والخلفي، زبد انه يخلي كفر زي كذا يعني من فوق يدخل. والخلفي خليته سالب 1، التوي خليته 0، التو اللي هو يخلي الكفر من قدام زي كذا، فهمتوا؟ فخليته 0 بما ان سياراتنا دايم 0. طيب بما ان انت عندك سيارتك في اللعبه، فودك اكيد انك تروح تسافر المدن وتشوف تجرب سيارتك برا. فاول شيء اني رحت سافرت اليابان، بما ان شوارع اليابان هي تقريبا افضل شوارع تقدر تدرفت فيها. بصراحه كان ودي اخلي الجو نهار، لكن فجاه شفت المطر وخقيت، قلت لا 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 والله مطر، والله الجو مطر جميل. اشوف تزلج في المطر كيف ولا ما يتزلج. يا عمري يا الجينيسيس. طبعا احنا الان في قريه او جبال مينامي. الماب هذا الظاهر اسمه شيبا. عشق ثالث. الله. طبعا اللي مسوي السيارة ما صمم لها انجل، بس انه زود لفة الدركسون شوي، بس مو بانجل، الانجل هذاك الحلو. فممكن شخص يطرح لي سؤال يقول لي هل تشوف وزنية السيارة نفس الصدق؟ شوفوا يا شباب، الباور ايه مشابه جدا، إيه مشابه لسيارتي الصفرة، جدا مشابه كذا، تعذب في الباور. بس من ناحية انجل لا، سيارتي احلى، سيارتي افضل. ممكن اشبهها بسيارتي يوم كانت وكالة، شبهها بسيارتي يوم كانت وكالة كانجل فقط، لان انجل سيارتي احلى تقريبا. والله في شبه من سيارتي فيه، بس الباور ضعيف. طيب سافرنا، رحنا مدينة ثانية او قرية ثانية، هذه فيها يعني جبال دريفت. انا مرة معجب بالجو المطري. طبعا ميزة الدفرنس هذا انه يخليك الدرف الثالث رابع، يعني الحين معشق انا قير رابع تشوفون، بس السيارة فيها جريب من ورا. فالحين انا وياكم بنوزن، ندور وزنية او نسوي وزنية سوا، نخلي السيارة الدرفت تتزلج اكثر. شوف الرابع كيف، الله يا ما شاء الله يا اخي. يلوموني بالجينيسيس يا عيال، يلوموني بالجينيسيس، يلوموني. بس يعني شوفوا، انا التجربة هذه اعطتني فكرة ان سيارتي الاربع سندر ضروري بيلها بجريد تيربو، فبإذن الله شغال عليه ان شاء الله، سوي لها بجريد تيربو تصير تزبط، يعني 60 حصان زيادة 50 حصان زيادة. واو والله بتفرق فرق جميل. يعني شوف اذا هذه 300 حصان تيربو وكالة، والسيارة قاعدة درفت بثالث ورابع. ضربت المايك بالغلط، معليش يا شباب. شوفون هذه النسخ، هذا الستاندر، هذه وكالة مرة ستوك. وهذا النسخة الثانية قبل شوي ندرفت فيها، زي ما تشوف يقول لك 300 حصان، كاتبين لك هنا السيرة الذاتية حقتها 2.0 تيربو. ايش كاتبين؟ تعديلات ريدي فور دريفت فور بيجنر اور اني سيت اب فور ستارت، يعني للمبتدئين او اي واحد حاب يجرب. الستاج 3 مو ستاج 2 طلعت. ايش كاتب؟ يقول لك ان عليه ستروكر. اول شيء عليه ستروكر،
وكاتب لك انها 440 حصان 500 تورك، حط عليها تيربو مولف من جاريت جي تي اكس 35 الظاهر، هذي يركبونه على حقين التو جي الظاهر ذولي، ان ماكس بوست يعني ماكس بوكس رافعين البوست حق التيربو الى 1.5 بار ظهرنا 20 بي اس اي الظاهر نفس ما قلت لكم، بس انه 21.7 واو يعني 22 بي اس اي مو 21. اهلين يا السدحة والجنط ما شاء الله تبارك الله. طيب نشوف الحين التون حقها، بس نضبط الجير نخليه 3-4-1 كالعادة، تيربو نخليه 80، الكامبر شوف هنا التو انا ابغى بخليه زيرو بشوف، والله ودي اخليه زيرو، خليه زيرو نشوف نجرب. الجناح لا الجناح لا الجناح لا اوكي، وبرفع الكامبر الامامي خليه اعلى شيء قد ما اقدر 6.9 يا ساتر يا رب. نشوف السيارة الحين يا عمري الجينيسيس ما شاء الله يا عيال، تخرفنت تخرفنت تخرفنت. يلا الحين تشوفون باور ل 400 حصان، شوف شوف الرابع، شوف الرابع كيف يدربت يوهو والله يوهو، اقدر ادربت خامس بعد ها too much باور. هذا ميزة الجنس الاربع سندر، جيورة كلها محشورة، تقدر دربت رابع خامس ثالث اللي تبي، عشان كذا انا قاعد اسوي لها سيت اب يا عمري الجينيسيس. ممتع 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 ياو، خلينا نشوف الداخلية الداخلية يا ساتر بن على طول. طيب رجعت للجنس اللي قبل عشان بما انه قريب من باور حق موتري فنلعب فيه افضل، طبعا ودي اجرب اسوي وزنية جديدة الاينمنت، ودي نشوف مثلا ميزة الكامبر لو نلعب بالكامبر الخلفي. الله شوف رابع كيف قاعد يدرفت رابع ما شاء الله، هذا الريش وجامد، بس يبيلها والله تكة باور، فهذا اللي انا قاعد اقصده تيربو صغير زيادة تطربني وتطربني لو عليها باور زود شوي بس. اوه برو طيب نجرب ننفخ الهواء، بجرب انفخ الهواء، نفخنا الهواء 45 الخلفي اوكي شلت المطر، نجرب الحين نشوف نشوف ايش وضع السيارة. حلو يوم نفخت الهواء صار احسن والله، عوض شوي للباور صار فيه تزلج. يبيلها يبيلها رابع الحين ما شاء الله ما شاء الله، شوف لين الحين شايله ثالث يلا الحين نطت مينامي هذا هذه هي الجينيسيس بالضبط، هذه نفس اللي انا املكها يا شباب والله، نفس الوزنيه نفس وزنيه موتري الحقيقي. خلاص بس
كذا وصلنا عند افضل وزنيه خلني اعطيكم اياها. سووا طبقوا زيها. شوف بروح البيت طبقوا زيها. كفرات 45 خلفيه حلو. الجيور زي كذا بس الدفرنس خلى 4.18. روح للتيربو خلى 100. عندك الكامبر خلى 4 سالب 4 4. التوي الامامي خلى 40 سالب 3 سالب 3 0 0 بس. راح تنبسط. دي صح سسبنشن نسيت اقول. امامي خلى 10 هذا وخلفي خلى 6. وهذا اللي انا غيرته بس ما غير شيء زياده. هنا الظاهر ما ادري والله اتاكد اذا ما هي متعدله. فهذه رحت الماب حقي. هذا الماب سووا لي اياه الشباب لي برسمه مني انا اخترتها. فودي اجرب السياره بالماب الجديد. شوفي صح شوف الفرق. قبل يوم كانت ديفولت كذا ديفولت السياره انا كذا عدلتها زودت الكامبر الخلفي والامامي. طبعا شباب سير فري تلقونه شغال على هذه السياره وحاط معاها دبليو دي تي للي حاب يجرب بدون ما ادبل كلتش بتالت السياره مرتاحه. هذا يثبت لك ان الريش قصير وبطل. اجين بالله الله الله عليك. اوكي لا 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 ماي برو نو. كنت بطيء ما شاء الله. ثالث وقاعد افك وادعس افك وادعس افك وادعس افك وادعس. السياره التيربو حقها يشيل يشيل فما بالك لو تضبط لها تيربو اكبر. السياره بتقول لك تعال تعال. طن ثاني بالله. الله يا عمري يا ما شاء الله. نو يو والله يا اني شطفت الصبه. شوف الرابع خلاص بس. اوكي شباب الينا وصلنا نهايه المقطع. اتمنى المقطع عجبكم صراحه. شيء جميل مره انك تجرب سيارتك اللي تملكها وفعليا تشبه لها في اللعبه عشان تقدر توزن تسوي وزنيات تفكر تشوف ايش ودك تغير وش تشوف. انا الحين والله انها فادتني مره بسياره الاربع سندر. صرت اعرف انه ضروري مره اني اجيب لي تيربو اكبر. فان شاء الله في المستقبل اجمع واجهز السياره. حاليا انا حبه اللي تابعني في السناب يشوفني قاعد اشتري لها قطع حبه ومره واحده بركب لها واجهزها للدرفت. دعواتكم لي. اذا عجبكم المقطع تنسى زر اللايك ولا تنسى تشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا تنسون تضيفوني في حساباتي السوشيال ميديا بس مجرد انك تكتب يوسف فندي راح اطلع لك.